هنا في شارع الحمرة أصيبت شابة بيان بيبي برصاص طائش انطلق عند خطاب أحد السياسيين. هذه الرصاصة فاتت من ظهري، خزقت الرية، عشان هيك أنا بطلت أعرف أتنفس كتير. أنا بالميديا من زمان بشتغل، كنت مع رفيقتي قلت لها بدي أكتب على الفيسبوك، هلأ بدي أكتب، ما بدي أخبر إنه نيجاتيف، بس بدي أعمل أويرنس. كتبتنا على الفيسبوك إنه أنا كنت ماشي بشارع الحمرة وفجأة فات رصاصة بظهري. أنا بحياتي ما حكيت عن السياسة، بس السياسة ضربتني ووجعتني. نحن البيئة تعيتنا بس لما حدا بده يفرح أو حتى في زعل دغري بنمسك السلاح ونقعد منقوص فيه، مع انه كان من زمان كانوا لما يفرحوا، لما بدهم يفرحوا بشي حدا بكبوا رود، كانوا بكبوا رز. هيدي هي رصاصه اخذتها حفرت عليها اسمي والوقت والتاريخ. انا دائما وين فيني اعمل اويرنس لهذا الموضوع حاول دائما انصح غيري فيه. للاسف هذه حاله من حالات عده وقعت في بيروت وضواحيها في الاونه الاخيره. وعند مقابلة رئيس شعبة العلاقات العامة في مديرية الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، صرح بأن هذه الآفة الاجتماعية يجب معالجتها بشكل جذري. يعني أنا بوصفها هي ظاهرة اجتماعية مرضية. ليش؟ أنا عم نحكي نحن على مستوى آلاف الأشخاص وصلنا بأي حدث معين بسيط أو غير بسيط، يعني أنه عم نحكي بزواج، عم نحكي بمقتم، بدفن، بولادات، بشهادات، يعني عم نحكي العلم مع القتل، مع الهمجية. أنا من هذا شخص إرهابي. وقت تصير عم نحكي بالآلاف الأشخاص خلال مناسبة معينة يطلقوا النار، فتنة بظاهرة اجتماعية بحاجة لعلاج. يعني وقت نشوف 10,000 عم بيقوص، ما عندنا القدرة نقدر نوقف 10,000، ممكن نوقف شخصين بس، كمان قديش قادرة تنعكس على 10,000 الباقيين. يعني بحاجة لتحضير لحملة إعلانية ضخمة، بحاجة لتوعية بالضياع، بالقرى، بالأماكن اللي تكسر فيها إطلاق النار بالهواء، لأنه هي في نوع معين، نوع من التكريم، نوع يعني صورة الشخص اللي عم بيقوص ما بيعرف قديش خطورتها. مجرد دخلت بثقافة مجتمع تحتاج لوقت لنقدر نطلعها، فهذا العمل بده مجهود كتير كبير. الإصلاح الاجتماعي والسياسي أساسيان لحل مشكلة الرصاص الطائش لاقتلاعها من جذور ثقافتنا. في بلد كثرت فيه الجرائم وفقد منه الأمان، تسعى القوى الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة على أمل الحد منها. كانت معكم من أمام مبنى القوى الأمن الداخلي في بيروت نورهان حسين، الـ AUST News.